تم إفراغ الحافلة النقل الألزا في شارع إبراهيم روداني مع مولاي يوسف مع غزل القاسي الجزائر مع حكم عندنا وقفة احتجاجية في الرون بوان ديال شارع الراشدي مع زنقة الجزائر، وكاين هناك تعسفات أمنية على السائق المهني، فلهذا احنا نطالب بالناس المسؤولين اتخذ القرار بعين الاعتبار، لما يخرج القرار العاملي على السائق المهني وعلى الطاكسي باش تنقص عدد الراكبين إلى 50%، خص تم قرار عاملي على جميع النقل والمواصلات كالحافلة كالترام. وقفوه اخوه وعطاو التعليمات للناس ديال الامن باش اخوه هبطوا كاع الزبائن ولا انتم تلاحظوا ديروا معاينه ديالكم على الترام. الطروبيس كان عامرو فيه 8%، انا الصباح انا جاي لهنا للوقفه باش تلاحظ الزبائن الاخوان ديالي، لقيت جميع الحافلات عامرين 100%.